نعم، إذا ما تحدثنا من ضمن في إطار حماية الأمن القومي التركي، الجماعات المسلحة على الحدود بين البلدين والأكراد تحديدا، يعني هم مدعومون من الولايات المتحدة، فلماذا يعني هذه النظام السوري، أي معناه أن القضية تتجاوز النظام السوري إلى الولايات المتحدة، ما الذي يعيب أن تكون المحادثات في هذه الجزئية بين أنقرة وواشنطن مثلا؟ هي هناك محادثات اساسا في خصوص هذه الجزئيه بين انقره وواشنطن، ولكن يبدو انها منذ فتره طويله وصلت الى نهايتها، ليس بمعنى انها توقفت، لكن بمعنى انها لم يعد هناك ما يمكن تحقيقه من خلالها. انقره من بدايه التدخل الامريكي في الوضع في سوريا الميداني، التدخل الميداني الذي بدا يعني في السنوات الاولى ثم توسع بعد عام 2015 16، منذ ذلك الوقت انقره كانت تخوض يعني لقاءات مكثفه مع الأطراف في الولايات المتحدة على الصعيد الميداني وعلى الصعيد السياسي، وحاولت أن تتوصل إلى تفاهمات بخصوص الوضع في شرق الفرات، تركز على فكرة عدم خلق كيان، وتركز عدم التعامل مع الفصائل الإرهابية، وتركز عدم تحويل الوضع في شرق الفرات إلى وضع دائم، وأشياء أخرى كثيرة تتعلق بالأوضاع هناك. وهناك ما تم فعلا يعني تنفيذه أو التوافق عليه بخصوص هذه الاتفاقات، لكن الأغلب مطالب تركيا فيما يبدو وحسب ما هو يعني معلوم او منتشر على الاقل او متداول لم يتم الاستجابه لها، ولذلك الاتراك لا يخفون باستمرار اتعاظهم من دور الولايات المتحده في شرق الفرات، من حيث الاطراف التي تدعمها الولايات المتحده، من حيث الاطراف التي تتفق معها، ومن حيث الابعاد الاستراتيجيه للخطوات التي تقوم بها الولايات المتحده في شرق الفرات. من هنا جاءت الدور التركي، يعني جاء انه بمحاولة الضغط على هذا الملف من خلال المسار الجديد اللي هو مسار تقديم على النظام، وربط هذا المسار بتحقيق تقدم فيما يخص وضع الوضع في شرق الفرات.